ازيكم عاملين ايه؟ احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الادابتيشن، قلنا الادابتيشن يعني تكيف، واتكلمنا عن البينجوينز. المرة دي بقى هنكمل وناخد التايبس اوف ادابتيشن. يعني ايه التايبس اوف ادابتيشن؟ يعني انواع الادابتيشن، انواع التكيف. انا عندي حاجتين، structural و behavioral. structural و behavioral. structural و behavioral. structural و behavioral. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ انا لو خدت اول واحده الاستراكشر، بيقول لك اللي تشينج ان بودي اوف انيمالز، تشينج ان بودي اوف انيمالز. يبقى انا عندي ان الاستراكشر انا مولود بيها. يعني انت دلوقتي مثلا كهيومن، انت مولود بزعانف؟ اكيد لا، انت مولود بايدين ورجلين. لكن مثلا لو انا بتكلم على البينجوينز، يبقى عندهم مثلا الرجلين شبه الزعانف، مثلا عندهم البلود فيزلز اللي موجوده فيهم، اللي احنا قلنا موجوده في الفيت بتاعتهم. عندي ان مثلا لو بتكلم على بولر بير، يعني بتكلم على الدب القطبي، فبيبقى عنده ايه؟ سيك فير، بيبقى عنده فرو كثيف عشان يقاوم البرد. يبقى structural change in body of animals، structural change in body of animals، structural change in body of animals، structural change in body of animals. طيب جه عايز يستسك عليك، قال لك بدل كلمة structural physical، هي هي. يبقى أنا عندي structural هي هي physical، structural physical، structural physical. يبقى structural هو الحيوان ده مولود بيها حاجة في جسمه، يبقى الstructure حاجة هو مولود بيها في جسمه. طيب behavioral بقى يعني ايه؟ behavioral يعني السلوك. يبقى behavioral يعني حاجة سلوك او تصرف، يبقى حاجة انا بعملها. يبقى change in behavior او acts of animals، يبقى change in the behavior or acts of animals، change in behavior or acts of animals. يعني انا دلوقتي مثلا عندي ان الليزرد، ماشي كده، الليزرد دي بتبان كأنها شادو او ظل في الديزرت، او عندي حاجة بنشوفها كل يعني كل يوم الصبح كده، نلاقي سرب من الطيور. ساعات السرب من الطيور ده يبقى مثلا ايه؟ بيهاجر، يبقى migration، يبقى migration of animals to certain regions، يبقى migration of animals to certain regions، migration of animals to certain region. يبقى انا لو انا جيت قلت migration يعني ايه؟ migration يعني الهجرة، migration يعني الهجرة. والهجرة يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي وضبت حاجتي ومسافرة. يبقى traveling of some animals long distance at certain time of the year. يعني مثلا say جه فصل الخريف، العصافير دي قامت راحت تشوف مكان ادفى مثلا. يبقى traveling وبتبقى long distance وبتبقى at certain time of the year، يبقى في وقت محدد من السنة. يبقى احنا كده قلنا ان types of adaptation يا اما structural يا اما behavioral. structural يبقى في البادي نفسه، لكن لو بتكلم على behavioral يبقى act، ماشي كده. نيجي بقى نتكلم عن الways of adaptation، ازاي الكائنات عندي بتتكيف، طرق ووسائل التكيف. انا عندي ان في مثلا لو انا بتكلم على دايما نعرفها اللي هي ايه، اللي هي زي الحربايه او اللي هي الشماليون. دلوقتي مش هي بيبقى مثلا اول لما تبقى على الحيطه تاخد لون الحيطه، يبقى ده بالنسبه لي طريقه هي تكيفت عشان تنقذ بيها نفسها. فانا بسمي الظاهره دي ايه؟ بسميها كاموفليج، 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 كاموفليج. كاموفليج يعني ايه؟ يعني التخفي. يبقى كاموفليج يعني التخفي، يبقى كاموفليج يعني التخفي. هي الابيليتي اوف الانيمالز تو بلند ان، تو بلند ان. يعني انا دلوقتي عندي الشاميليون دي، هي وكانت واقفه مثلا على غصن شجره او على الاوراق بتاعه الشجر، خدت اللون بتاعها عشان تقدر ان هي تحمي بيها نفسها. يبقى اسمها ايه الفينومينا دي؟ كاموفليج، كاموفليج. طيب عندي بعدين ناخد كده كام اكزامبل نتكلم عليهم. اول واحد عندي بولر بير، بولر بير، بولر بير اللي هو الدب القطبي. ده من اسمه قطبي، يعني عندي هتكلم على الهابيتت بتاعه. هابيتت يعني المكان اللي بيعيش فيه. الهابيتت بتاعته تفتكر هتكون فين؟ اكيد مكان ساقع، يبقى very cold، وهتبقى arctic region، arctic region، arctic region، very cold، arctic region، very cold. طيب انا دلوقتي عايزه
الكائن ده ان هو يحصل له ادابتيشن في مكان برد زي ده، هيبقى محتاج ايه؟ انا في الشتاء ببقى محتاجة ايه؟ محتاجة بطانية. يبقى اول حاجة هيبقى عايز سك فر، سك فر، سك فر، يعني فرو كثيف، سك فر، سك فر، سك فر. طيب انا دلوقتي انا في الايه، في المكان القطبي ده، السنو بيبقى لونه ايه؟ لونه ابيض. يبقى انا هخلي الفرو بتاعه سيك وايت فر، سيك وايت فر، سيك وايت فر. ليه؟ علشان اولا ان هو يبقى ايه؟ متدفي، يبقى تو كيب وورم، تو كيب وورم، تو كيب وورم. طيب لو حصل مثلا ان ظهر عليه انيميس او ناس عايزه تقتله او اي مثلا حيوان عايز يفترسه، يبقى تاني حاجه تو ايه؟ تو بلندن سنو، تو بلندن سنو، تو بلندن سنو، تو بلندن سنو. يبقى تو كيب وورم اند بلندن سنو. نيجي بعد كده نتكلم عن البراون او بلاك بير، براون او بلاك بير، براون او بلاك بير، اللي هو الدب اللي بيبقى لونه يا اسود يا بني. طيب ده هيعيش فين مثلا؟ اول حاجه الهابيتات، الهابيتات يبقى بيعيش في الفورست. يبقى انا عندي ان البراون او بلاك بير بيعيش في الفورست، البراون او بلاك بير بيعيش في الفورست، بلاك او براون بير يعيش في الفورست. ماشي كده، يعني بيعيش في الغابات. طيب انا دلوقتي عايزاه يتكيف على البيئة اللي هو فيها، عايزاه ان هو يقدر يعيش فيها، هديله ايه؟ اكيد هديله بيبقى فر لونه ايه؟ لونه دارك براون. يبقى انا الفرو بتاعه هيبقى لونه ايه؟ بني غامق، دارك براون فر، دارك براون فر، دارك براون فر. طيب هو لونه براون يعني لونه بني، يبقى هيستخبى ورا ايه؟ ورا الاشجار، صح؟ يبقى help it to hide between trees during catching its prey. Help it to hide between trees during catching its prey. Help it to hide between trees during catching its prey. يبقى بتساعده ان هو يستخبى ما بين الاشجار وهو بيحاول ايه؟ يمسك فريسته. تمام كده؟ طيب نتكلم بعدين عن الكركل. الكركل ده شكله شبه القطة كده، ماشي. بيعيش فين؟ بيعيش في الديزرت. يبقى الكركل بيعيش فين؟ الهابيتد ليف ان ديزرت، بيعيش في الصحراء. يبقى الكركل هابيتد بيعيش فين؟ بيعيش في الديزرت. ماشي كده. هو بيبقى ايه؟ بيبقى مامل and carnivorous animal. يبقى mammal and carnivorous animal. يعني ايه carnivorous؟ carnivorous يعني اكل لحوم، carnivorous يعني اكل لحوم، carnivorous يبقى اكل لحوم، carnivorous اكل لحوم. طيب لو هو عايش في الديزرت وعايز يستخبى، يبقى الاحسن يبقى لونه ايه؟ او الادابتيشن بتاعته ايه؟ ان يبقى عنده golden fur، golden fur، golden fur، golden fur، golden fur. يبقى انا عندي ان الفرو بتاعه يبقى لونه ايه؟ ذهبي، يبقى golden fur. ليه؟ عشان hide in desert. يبقى to help it hide in desert، to help it hide in desert، to help it hide in desert. رابع انيمال معانا اللي هو الفينيك فوكس، فينيك فوكس، فينيك فوكس، اللي هو ثعلب الفينك. يبقى فينيك فوكس، فينيك فوكس. طيب الهابيتات بتاعه الديزرت، يبقى انا عندي ان كان الكركل في الديزرت والفينيك فوكس كمان في الديزرت. يبقى الفينيك فوكس الهابيتات بتاعته فين؟ في الديزرت. بيبقى smallest of all the foxes، smallest of all the foxes، بيبقى اصغر من كل ايه؟ الذئاب. يبقى ان هو بيبقى smallest of all the foxes. عنده ايه من الصورة؟ احنا شايفين عنده large ears، large ears، large ears، بيبقى ان الودن بتاعته كبيرة، large ears، large ears. طيب الادابتيشن، طالما قلت desert يبقى الفير بتاعه هيبقى golden. يبقى انا الادابتيشن بتاعت الفينيك فوكس golden fur، golden fur، golden fur. ليه؟ to help it hide in desert، to help it hide in desert، to help it hide in desert، to help it hide in desert. يبقى انا كان عندي الكركل والفينيك فوكس الاثنين بيعيشوا في الديزرت، والاثنين عندهم golden fur to help it hide in desert.
بعد كده هنتكلم عن الليزردز. ليزردز اللي هي السحالي. بتعيش فين الليزرد؟ بتعيش في الديزرت. يبقى انا عندي الليزرد بتعيش في الديزرت، الليزرد بتعيش في الديزرت، يبقى الليزرد بتعيش فين؟ في الديزرت. وساعات فيهم بيعيش على الكالرفول روكس اوف ديزرت، يبقى ان هو لو في اي صخور ملونة بتبقى عايشة عليها. طيب الادابتيشن هيبقى عندها colorful scales، واحنا مش لسه قايلين ان هي بتقف على colorful rocks، يبقى عندها colorful scales بتقدر ان هي تغير لونها. يبقى انا عندي ان الليزرد بيبقى عندها colorful scales، colorful scales، colorful scales، colorful scales that help them to hide between colored rocks in the desert. يبقى عندها colorful scales اللي بتساعدها ان هي تستخبى ما بين الصخور الملونة. طيب هي بتستخبى ليه؟ علشان حاجتين. اول حاجة ان هي تستخبى من الاعداء، يعني hide from enemies، hide from enemies، hide from enemies، hide from enemies. تاني حاجة هي مش هي عايزة تاكل، يبقى بتستخبى عشان تقدر ان هي تهجم على الفريسة بتاعتها، يبقى catch prey. يبقى هي hide علشان حاجتين، hide from enemies and catch prey، hide from enemies and catch prey، hide from enemies and catch prey، hide from enemies and catch prey. طيب انا دلوقتي بقى لما درجة الحرارة بتعلى قوي، ده انا بتكلم على الديزرت، لو هي بقت very high temperature، very high temperature، هو احنا لما تبقى الدنيا حر بنعمل ايه؟ بنروح تحت اي ظل شجرة. نفس الكلام الليزرد هتروح حاجة اسمها ايه؟ بيروس، 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 بيروس اللي هي ايه؟ الكحور. يبقى هتروح تستخبى في البيروس اللي هي بالنسبة لها shaded area، يبقى هتروح البيروس اللي هي بالنسبة لها shaded area يعني مكان ظل. بعد كده نتكلم عن البول شارك. بول شارك، بول شارك، بول شارك، بول شارك اللي هو بيبقى القرش الثور. يبقى انا عندي البول شارك اللي هو القرش الثور، هيعيش فين؟ اكيد هيعيش في الووتر، انا بتكلم على شارك، بس بيعيش في الفريش اند سولت ووتر، فريش اند سولت ووتر، فريش اند سولت ووتر، فريش اند سولت ووتر، فريش اند سولت ووتر، يعني الميه العذبه والميه المالحه، يبقى فريش اند سولت ووتر، فريش اند سولت ووتر. نيجي بقى نمسك الـ structural adaptation. طالما قلت structural يبقى أنا بتكلم على تغير في الجسم، يبقى change in the body. طيب أنا أول حاجة إن زي ما أنا شفت كده الـ pole shark بيقدر يعيش في الـ fresh way salt water، يبقى دي ربنا كده ميز الشارك ده عن باقي الشاركس ان هو يقدر يعيش في مين؟ في الفريش ووتر. يبقى الادفانتج ان الشارك كان ليف ان فريش ووتر، وده بيبقى ادفانتج اوفر اذر شاركس. تاني حاجة نتكلم بقى على جسمه. أنا دلوقتي عندي إن الشارك بيبقى عنده dark and white belly، dark and white belly، dark and white belly. So when an animal swims above it, look down into ocean may not see the shark. يبقى أنا دلوقتي عندي إن هو جسمه لونه بيبقى إيه؟ dark and white belly. يبقى عنده dark and white belly، dark and white belly. فدلوقتي لما بيبقى الأنيمالز دول بيعوموا من فوقيه ويبصوا لتحت ممكن ما يشوفوش الشارك. ليه بقى؟ because in shadow dark and shark has dark back. يبقى لعندي بسبب ان انا بيبقى عندي الظل ايه؟ ضلمة. يبقى shadow dark، shadow dark، والشارك نفسه عنده ايه؟ عنده dark back، dark back، ظهره ماشي بيبقى لونه ايه؟ اسود، او ان هو بيبقى لونه داكن، يبقى dark pack، dark pack. طيب بعدين عندي لكن لما يجي بقى الانيمال يبقى swim underneath، يبقى لو الانيمال عندي بيعوم من تحتيه هيلاقي ايه؟ هيلاقي ان هو عندي ان الشارك حصل له blend in، يبقى الشارك حصل له blend in مع ايه؟ مع sunlight. بتحس ان هو وضوء الشمس حاجة واحدة، فما تحسش ان انت شايف الشارك. يبقى عندي ان لما الانيمال بيعوم تحت الشارك يبقى هيشوفه ان هو may blend in sunlight. طيب ليه؟ لان sunlight عندي bright، والشارك بيبقى عنده belly ماشي كده، وقلنا ان هي بتبقى white.
يبقى البيلي بتاعته لونها ايه؟ لونها وايت، وبتبقى شبه السان لايت. فتعمل لي حاجة اسمها خدناها من شوية اللي هي الكاموفليج، التخفي، كاموفليج التخفي. والاستراتيجي دي اللي هي بتاعت البول شارك بالتحديد كلمة مهمة جدا اللي هي كاونتر شيدنج، كاونتر شيدنج، كاونتر شيدنج، كاونتر شيدنج، اللي هو ايه؟ انعكاس الظلال. يبقى انعكاس الظل، الانعكاس بتاع الظل، احنا قلنا لو انا ببص من تحت هلاقي ان هو حصل له بلند ان مع السان لايت، ولو ببص عليه من فوق هلاقي ان ظهره بيبقى دارك. يبقى انا عندي ان الباك دارك والبيلي بتبقى وايت. طيب ده بيساعد الشارك ده في ايه؟ to blend into water and catch their prey. يبقى بتساعد الشارك ده ان هو يقدر يستخبى وفي نفس الوقت يقدر ان هو يمسك الفرائس بتاعته. يبقى help the animal to blend into the water and catch their prey. يبقى help the animal to blend into the water and catch their prey. يبقى help the animal to blend into the water and catch their prey. طيب احنا كده خلصنا الاستراكشرال ادابتيشن اللي انا بتكلم فيه عن المواصفات بتاعه الشارك اللي قدامي، يا حاجه في جسمه. طيب نيجي بقى نتكلم عن البيهيفيرال ادابتيشن، ايه الحاجه اللي هو بيعملها؟ بيهيفيرال ادابتيشن قلنا اللي هي عباره عن الاكت بتاع الانيمال، بيهيفيرال ادابتيشن. احنا كنا قلنا ان انا عندي ان البول شارك بيقدر يعيش فين؟ قلنا في الفريش والسولت ووتر. يبقى من هنا نيجي نقول انه بيقدر يعمل hunt in different places. يبقى can hunt in different places، بيقدر ان هو يصطاد في اماكن مختلفة. can hunt in different places، can hunt in different places، سواء كانت fresh او salt water. so feed on different types of food، انا دلوقتي بيقدر ان هو يصطاد في اماكن مختلفة فبيقدر يحصل على ايه؟ أكل مختلف. طيب تاني حاجة عندي إن هو hunting day and night، يعني مش اللي هو مثلا بيصطاد بالليل بس زي مثلا لو أنا بتكلم على الخفافيش اللي هي بتظهر بالليل بس، لأ هو بيصطاد الصبح وبالليل. يبقى hunt في الday والnight. يبقى تاني hunting day and night. so البراي can't predict time for hunting، انا دلوقتي لو بصطاد الصبح وبالليل انا الفريسة بتاعتي مش هتقدر ان هي تتوقع امتى الهجوم. يبقى انا عندي hunting day and night، hunting day and night. so prey can't predict time for hunting، hunting day and night. so prey can't predict time for hunting. طيب عندي بعدين يجي يقول give reason in fresh water pole shark has less competition for finding food. ليه انا عندي ان البول شارك بيبقى عنده منافسة اقل في الفريش ووتر؟ ليه الشارك بتاعي ده بيبقى عنده منافسة اقل على الاكل في الفريش ووتر؟ يبقى أكيد because there are no other sharks. يبقى because there are no other sharks، because there are no other sharks. أنا دلوقتي قلت إن البول شارك الوحيد أو الشارك الوحيد اللي بيبقى عنده الأدفانتج أو المميزات إن هو يبقى عايش في الفريش والسولت ووتر، لكن باقي الشاركس ما بيبقاش عندها نفس الميزة دي. نيجي بقى للبانسر كاميليون، بانسر كاميليون اللي هي بتبقى بيقولوا عليها الحرباية، بانسر كاميليون، بانسر كاميليون دي عندي بيبقى ليها برضو طرقها الخاصة في الادابتيشن والتكيف. زي ما احنا شايفين شكل الكاميليون بيبقى متغطي لو انا بتكلم على البادي بتاعه بكالورفول سكيلز، كالورفول سكيلز، colorful scales، colorful scales اللي هي بتبقى ان هي بتبقى ملونة، يبقى colorful scales. وعندي بعدين اني اقول لك دلوقتي ان الكاميليون بيقدر ان هو يستخبى ما بين green leaves and colorful flowers to catch their prey and hide from enemies. يعني انا عندي ان الكاميليون بتقدر ان هي تستخبى ما بين اوراق الشجر او الاوراق بتاع الاوراق الخضراء وال
الأزهار الملونة، وده طبيعي عشان عنده حاجة اسمها colorful scales. colorful scales هو لو وقف على الجرين ليفز وهي لونها جرين هيبقى هو كمان لونه جرين. يبقى أنا دلوقتي عندي إن الكاميليون بيبقى عنده colorful scales، تاني حاجة إن هو بيقدر يستخبى ما بين الجرين ليفز والكالرفل فلاورز عشان يقدر ان هو يمسك فريسته. يبقى انا عندي ان الكالرفل سكيلز ساعدت ازاي البانثر كاميليون، قلنا ان هو ساعدته ان هو كان هايد بتوين الجرين ليفز والكالرفل فلاورز تو كاتش ذير بريز اند هايد فروم انيميز. طيب نيجي بقى نتكلم على رجل الكاميليون، بتبقى شبه ايه؟ بتبقى V-shaped feet. بتبقى شبه حرف ال V. ليه بقى؟ علشان attached to roots and branches of trees. يقدر ان هو يمسك في الجذور والفروع بتاعة الأشجار. attached to roots and branches of trees. Spending all night in hunting the prey. بيقضي الليل بتاعه ان هو بيصطاد فريسته. يبقى بيمضي كل الليل بتاعه ان هو بيصطاد الprey. طيب يبقى انا كان عندي اول حاجة عنده colorful scales، تاني حاجة ان عنده V-shaped feet. طيب number 3 عندي التيل، الديل بتاعه عندي ان هو بيبقى curl. يبقى انا عندي ان الكاميليون تيل بيبقى curl. يبقى التيل بتاع الكاميليون بيبقى curl. ليه؟ عشان يقدر ان هو يمسك الاشياء to hold objects. يبقى انا عندي ان التيل او الديل بتاع الكاميليون بيبقى ايه؟ curl. ليه؟ عشان hold objects. number 4 الايز. نيجي نتكلم على العين. انا عندي ان الكاميليون عنده حاجه غريبه جدا، كل عين بتروح في اتجاه. يبقى عندي ان الكاميليون can move each eye independently. يعني كل عين تقدر ان هي تروح في اتجاه عكس التاني. طب ليه؟ علشان one search for insects to eat and the other look out for danger. واحدة بتدور على الحشرات عشان تاكلها والتانية بتحاول ان هي تحمي نفسها من الخطر. يبقى one search for insects to eat and the other look out for danger. يبقى one search for insects to eat and the other look out for danger. يبقى انا عندي ان الايس الكاميليون can move each eye independently to watch two different things at the same time. يبقى ان هو كل عين بتروح في اتجاه علشان ان هي بتدور على الأكل بتاعها اللي هو الأنسكس، والتانية بتحاول تبص لو في أي خطر قريب منها. number 5 body and mouth. يبقى أنا هنتكلم على الجسم بتاعه والإيه بقه. طيب أنا عندي إن الكاميليونز can flatten out to appear bigger. يبقى الكاميليونز عندي إن هي تقدر إن هي يحصل لها flattening عشان تبان شكلها أكبر. Chameleons can flatten out to appear bigger. يبقى الكاميليونز can flatten out to appear bigger. بعد كده إن هي بتفتح بقها قوي ويفتح الجوز بتاعته وإن هو to scare their enemies. يبقى أنا عندي إن الكاميليونز can flatten out to appear bigger then open their jaws widely to scare their enemies. يبقى هو بيفتح الفك بتاعه علشان ان هو يخوف الاعداء بتوعه. يبقى الكاميليونز can flatten out to appear bigger we open their jaws to scare their enemies. number 6 sticky tongue. يعني انا عندي لسان الكاميليون بيبقى ملزق. sticky tongue. ليه؟ علشان يقدر ان هو يصطاد الانسكتس او الحشرات وياكلهم. يبقى to hunt insects and feed. ده كله كان ال ways of adaptation. نيجي بقى للـ behavioral adaptation. عندي إن الـ behavioral adaptation إن الكاميليون ما بيبقاش عنده سنان أو اللي هي الكلاوس اللي هي بتبقى
المخالب. يبقى انا عندي ان البانثر كاميليون ما عندوش تيس، ما عندوش سنان، يبقى it doesn't have teeth. or claws، claws اللي قلنا اللي هي بتبقى ايه، المخالب. طب بيعمل ايه عشان يحمي نفسه؟ يعمل ايه كأكت، يعني behavioral adaptation. احنا طبعا كل اللي قلناه قبل ده كان كله structure، لان انا كنت بتكلم على اللي change في البادي، يعني اللي هو بيبقى التكوين بتاع الكاميليون. فدلوقتي نيجي بقى نقول behavioral adaptation. انا عرفت ان هو ما عندوش teeth وما عندوش كلاوس، هيعمل ايه لما يحصل خطر او بيبقى فيه danger؟ هيحصل له it puffs body with air, open its mouth wide, change the colors of its scales. بينط كده في الهواء ويفتح بقه قوي ويغير الالوان بتاعته. يبقى عندي ان هو it puffs body with air, open its mouth wide, change the colors of its scales. it puffs body with air, open its mouth wide, change colors of its scales. نيجي بقى نقول حاجة كده في الآخر، يقول إن الـ animals live in different habitat. أنا دلوقتي لو كنت بتكلم مثلا على الـ polar bear، أكيد مش بيعيش في نفس المكان اللي بيعيش فيه الـ dark or brown bear. فأنا عندي إن كل واحد بيبقى ليه habitat أو مكان بيقدر إن هو يعيش فيه ويتعايش معاه. يعني لو أنا بتكلم مثلا على الـ polar habitat، يبقى أنا بتكلم مثلا على الـ polar bear. desert habitat، يبقى أنا بشوف مثلا say زي الـ camel، يبقى الجمل. ماشي كده. عندي لو بتكلم على الاوشن، يبقى انا ممكن بتكلم على البول شارك. كل واحد ليه بيئة يقدر او ان هو لازم يعيش فيها. يعني انا ما اقدرش اخلي البول شارك يقدر ان هو يعيش في ديزرت، انا دلوقتي دي عندي سمكة محتاجة مية. نيجي بقى دلوقتي نعمل كومباريزون او مقارنة ما بين نوعين من الفوكسس او ما بين نوعين من الثعالب. عندي اول واحد فيه اللي هو سمعنا اسمه قبل كده اللي هو الفينيك فوكس. اول لما اقول فينيك فوكس اعرف على طول انه بيعيش فين، في الديزرت. طيب عندي واحد تاني اسمه اركاتيك، اركاتيك فوكس، ده هيعيش فين، في الديزرت برضو. بس انا عندي الفينيك فوكس بيعيش في هوت ديزرت، يبقى هوت ديزرت. لكن الاركاتيك فوكس ده بيعيش في التاندرا ديزرت، مكان بيبقى سائع، يبقى التمبريتشر عنده بتبقى 50 او تحت الصفر. يبقى انا عندي ان هو الفينيك فوكس بيعيش فين، في الهوت ديزرت، لكن الاركاتيك فوكس تاندرا ديزرت. فينيك فوكس دراي هوت ديزرت، لكن الاركاتيك فوكس تاندرا ديزرت، تاندرا ديزرت. طيب انا لو جيت اتكلمت على الاستراكشرال بيهيفير، استراكشرال ادابتيشن ما بين الاثنين، كل واحد هيبقى ايه صفاته؟ نقول الفينيك فوكس الاول، احنا قلنا ان هو بيبقى عنده جولدن فير، جولدن فير، او زي ما احنا شايفين قدامنا بيل براون فير، pale brown fur. يبقى golden fur او pale brown fur. ليه؟ قلنا عشان يقدر ان هو يستخبى في الساند، يبقى to help it hide in sand. طيب وايه كمان؟ to be protected from sun rays، to be protected from sun rays، يقدر ان هو يحمي نفسه من اشعة الشمس. طيب عنده ايه تاني؟ عنده extra large ears، extra large ears. احنا قلنا ان الفينيك فوكس بتبقى ودنه مالها كبيرة، يبقى extra large ears هتساعده في ايه؟ هتساعده ان هو يقدر يفقد الحرارة، يبقى to lose heat to cool the body، to lose heat to cool the body. لان احنا عارفين ان هي الديزرت بتبقى درجة حرارتها عالية، فانا دلوقتي اللارج ايرس دي بتساعده ان هو يفقد الحرارة، يفقد الحرارة. طيب انا بقى عندي الاركاتيك فوكس، الاركاتيك فوكس قلنا ان هو بيعيش في بيئة ايه؟ ساقعة، ان احنا قلنا في التاندرا ديزرت. فهو محتاج ايه as a structural adaptation؟ محتاج زي بطانية للايه تتناسب مع الجو ده. يبقى عنده thick white fur، thick white fur، thick white fur. طيب الثيك وايت فير هيساعده في ايه؟ هيساعده في الهانتنج اند كاتشينج اتس بريز ايزلي، يبقى تو هيلب ات ان هانتنج اند كاتشينج اتس بريز ايزلي، يبقى هيساعده في الاصطياد وان هو يقدر يمسك فريسته بكل سهوله. طيب انا عندي حاجه مميزه جدا للاركاتيك فوكس ده،
انا دلوقتي لو جه الوينتر يعني في الشتاء، بيبقى الفر بتاعه او الفرو بتاعه وايت، يبقى وايت امتى؟ ان وينتر، دبليو دبليو، وايت وينتر، وايت وينتر، وايت وينتر، وايت وينتر. لكن اول لما يجي فصل الصيف او لما يجي السمر، فجأة الفر بتاعه او الفرو بتاعه بيتحول للون البني. يبقى انا دلوقتي عندي وايت ان وينتر، براون ان سمر، وايت ان وينتر، براون ان سمر. نيجي بقى على الايرز بتاعه الاركاتيك فوكس. الاركاتيك فوكس عنده سبيشال شيب اوف ايرز، سبيشال شيب اوف ايرز، سبيشال شيب اوف ايرز. عنده الايرز بتاعته او ودنه بتبقى شكلها خاص، سبيشال شيب اوف ايرز. طب ليه؟ علشان تسمح بالاكسلنت هيرينج تو هانت، يبقى تو الاو اكسلنت هيرينج تو هانت، تو الاو اكسلنت هيرينج تو هانت، تسمح ان يقدر ان هو يسمع بدبة النملة زي ما بيقولوا. يبقى ان هو يقدر يسمع اقل حاجة، ماشي، احنا ممكن ما نسمعهاش، عشان يقدر ان هو يصطاد بكل سلاسة. عنده ايه تاني؟ الايرز بتاعته لونج ولا شورت؟ لا، هي شورت، هي شورت ايرز، شورت ايرز. يبقى ودنه ايه؟ صغيره او قصيره. وعنده مين كمان؟ شورت الليجز، يبقى شورت ايرز اند ليجز، شورت ايرز اند ليجز، شورت ايرز اند ليجز، شورت ايرز اند ليجز، شورت ايرز اند ليجز. ليه؟ عشان تو كيب وورم، تو كيب وورم، تو كيب وورم، to keep warm. يبقى عشان يحس بإيه؟ بالدفى. يبقى أنا عندي إن هو short ears and legs can keep it warm. نرجع تاني للبيهيفيرال ادابتيشن بتاعه الفينيك فوكس. احنا قلنا اي بيهيفيرال ادابتيشن يعني تغير في السلوك او ان انا بعمل حاجه، يبقى بيهيفيرال بتبقى حاجه في البيهيفير. طيب انا عندي الفينيك فوكس بقى بيعمل ايه؟ تبقى behavioral adaptation بيعمل حاجة اسمها panting، 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 panting. يبقى P P behavioral panting، P P behavioral panting، P P behavioral panting. طيب انا عندي البانتنج دي حاجة ايه بيعملها؟ زي الدوجز، ان هو بيقعد يعمل حاجة كده، بيقعد، فهو دلوقتي لما بيعمل الصوت ده ان هو بيبقى 700 breaths per minute، كأنه بياخد نفسه كده ايه بسرعة، يبقى 700 breaths per minute. زي ما انت بتكون كنت بتجري مثلا وفجأة بتقف تاخد نفسك، تلاقي ان النفس بتاعك ايه بسرعة، او نهجان. طيب هو احنا مش لما بنقف كده ونقعد ناخد البريزنج اللي ورا بعض ده بنحس بعد كده ان جسمنا بيهدى؟ نفس الكلام بيحصل للفينيك فوكس، ان هو بيعتمد على البانتنج دي to regulate its body temperature او to cool body، to regulate its body temperature او to cool body، to regulate its body temperature or to cool body، to regulate its body temperature or to cool body، to regulate its body temperature or to cool body. يبقى عشان يقدر ان هو يظبط درجة الحرارة. وان هو احنا عارفين ان الفينيك فوكس بيعيش في الديزرت اللي هي بيئة صحراوية حارة، فانا بالتالي عايزة حاجة ان هي تخلي جسمه يحس بايه؟ بالطراوة او بالانتعاش بمعنى اصح. في حاجة بقى مشتركة كده كده ما بين الفينيك فوكس والاركاتيك فوكس، وهو الأكل اللي بياكلوه. هما الاتنين بياكلوا insects fruits palm roots، 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 insects fruits palm roots. بياكلوا حشرات وفاكهة. طيب وايه كمان؟ البريز ريمينز، بقايا الايه؟ الفرائس. يبقى بريز ريمينز، بريز ريمينز، بريز ريمينز. طيب هما ليه بياكلوا الحاجات دي؟ يبقى انا لو بتكلم على الفينيك فوكس، لان it is hard to find in hot dry desert، انا صعب ان انا الاقي اكل في الهوت دراي ديزرت، because food hard to find in hot dry desert، because food hard to find in hot dry desert. نفس الكلام الاركاتيك فوكس، بس هغير كلمة واحدة اللي هي اسم الديزرت، هيبقى تاندرا ديزرت. يبقى because food hard to find in tundra desert، because food hard to find in tundra desert. طيب نيجي بقى
ليه؟ لا، الفينيك فوكس. الفينيك فوكس دلوقتي الجو بيبقى حر قوي، فهو في during sunny day أو إن هو في النهار بيروح يقعد فين؟ live in Paris، live in Paris، live in Paris. طب الباروس دي اللي هي إيه بالعربي؟ الجحور، يبقى live in Paris، live in Paris. ليه؟ to stay cool، to stay cool. انا دلوقتي لما بيبقى الجو حر انا بروح تحت اي ظل شجرة او اروح في مكان اقدر ان انا استخبى من اشعة الشمس. نفس الكلام الفينيك فوكس ده بيعمله، يبقى live in Paris to stay cool in sunny days، live in Paris to stay cool in sunny day. لكن الاركتيك فوكس هيعمل ايه؟ live in Paris to keep body warm at night، يبقى live in Paris to keep body warm at night. لان احنا عارفين قلنا ان التندرا جوها سائع، فانا محتاج ان هو يروح في مكان يقدر انه يحاول يتدفى فيه، يبقى live in Paris to keep body warm at night، at night، at night، at night. لكن الفينيك فوكس at sunny days، الفينيك فوكس in sunny days، يبقى in الفينيك فوكس in sunny day، لكن الاركاتيك at night. احنا قلنا ان بوز فوكسز ايت اول كايندز اوف فاوند فود، قلنا زي ايه؟ قلنا زي الانسكتس، فروتس، بلانت روتس، اند الريمينينج بارت اوف براي اوف انذر انيمال. كل الكلام ده احنا قلناه. نيجي بقى بعدين يقول لك ان سام انيمالز ار كولد بلودد، اللي هو بيقول لك في حيوانات بتبقى ذات دم بارد. ليه؟ تو سيرفايف ان ذا انفايرمنت، عشان تقدر تعيش في البيئه. نيجي نقول ايه هي الكولد بلودد انيمالز. الكولد بلودد انيمالز دي بتبقى حيوانات ما بتقدرش تتحكم في درجه الحراره، يبقى هم زي ار انيمالز هوز بلود تمبرتشر تشينجز، يبقى هم animals whose blood temperature changes. They are animals whose blood temperature changes with the temperature of mean air أو water. يبقى أنا عندي إن هو درجة الحرارة بتاعتهم بتتغير بتغير الحرارة بتاعت الاير، الهواء أو المية. طيب عندنا أمثلة إيه للcold blooded animals؟ عندي زي الفيش، السنيكس، الليزرز، الكاميليون. يبقى الفيش، سنيكس، lizards، chameleon. fish، snakes، lizards، chameleon. fish، snakes، lizards، chameleon.